هذا الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية تاريخية حاسمة في التاريخ الأوروبي، تتمحور حول الأختين آن وماري بولين مع الملك هنري الثامن ملك إنجلترا، الذي يعجز عن الإنجاب في زواجه، وتدفع أسرة الفتاتين ابنتيهما في طريقه، حيث تبدأ علاقته بماري بولين لما تكون عليه من براءة التي كانت متزوجة بالفعل. ولكن ترضخ لمطامعها الشخصية وعائلتها وتذهب لبلاط الملك الذي سرعان ما يطمع في أختها، حيث تتوالى الأحداث بشكل أدرامي مأساوي يعرض كيف تكون مشاعر كل من الفتاتين والملك أيضا، حيث تكون آن بولين وراء انفصال هنري عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وتتوالى الأحداث وتتصاعد إلى أن تحاكم آن بولين الأخت الجامحة والأكثر طموحاً بالخيانة، وينتهي الفيلم نهاية جد مختلفة وغير متوقعة ولكنها تاريخية حقيقية ومؤسفة. تدور أحداث هذا الفيلم بين الماضي والحاضر، تحكي قصة حب منسية تعثر على رسائل خاصة بها الصحفية الشابة إيلي التي لم تكن تهتم للعلاقات الغرامية، بينما تتجاوز القانون وتبحث في الأرشيف حيث تجد تلك الرسائل الموقعة بحرف جيم ولقب بوت، فتسعى لمعرفة هذين الشخصين. مشاهد الفيلم تارة في الزمن الحاضر وتارة أخرى تأخذنا إلى روعة الستينات وما يتخللها من أناقة وموسيقى ورقي في تلك الفترة، حيث تتكشف قصة الحب تلك وما مصير العاشقين وكيف تابع كل منهما حياته. يعود بنا هذا الفيلم إلى العصر الفيكتوري في إنجلترا، تحديداً عام 1870، حيث يغرم الشاب كابرييل ببطلة الفيلم ويطلب منها الزواج، ولكن ترفضه بحجة الاستقلالية وأنها تملك أهدافاً أخرى، وتتوالى الأحداث ويفترقان كل منهم في حياته، ولكن سرعان ما يضعهما القدر في طريق بعضهما البعض في كل مرة. وتكون بطلة الفيلم سعيدة لأنها صارت تملك المال والثروة، إضافة لاستمتاعها بجذبها وسحرها للرجال الواحدة تلو الآخر، ولكن هذا كله يكون في المقابل لشيء واحد الذي يجعلها دائما تحت أعين غابرييل. الفيلم رائع من الناحية الجمالية والمشاهدة الممتعة والمريحة والهادئة، إضافة إلى براعة الممثل ماتياس في أداء دوره العاطفي القوي بامتياز، كما أن الفيلم إضافة جيدة للأفلام التي من هذا النوع. تدور أحداث هذا الفيلم في لندن، تبدأ بلقاء كاتب شاب مع فتاة تدعى أليس، وهي شابة تعمل في ناد ليلي، أما دان فيكون بصدى كتابة نهاية لأحد رواياته، ويتورطان في علاقة. وفي الجهة المقابلة نجد آن وهي المصورة التي تتفق مع دان لعمل صورة لكتابه،
التي تكون على علاقة مع لاري طبيب الأمراض الجلدية. تتداخل العلاقة الحميمية بين هؤلاء الأربعة، حيث تتكشف دواخلهم بشكل معقد جداً وصعوبة فهم مشاعرهم سواء على مستوى أنفسهم أو اتجاه الآخر، ويسعون لإيذاء بعضهم البعض، حيث تنهار العلاقات بين الأربعة. ويظل السؤال قائم على هل يكون هناك من بينهم أحد يقوى لوقف ذلك الوضع المؤلم الذي تسلل لحياتهم؟ الفيلم رائع، ولكنه معقد جدا ومؤذي نفسيا، ولكنه يسعى بشكل واضح لفضح خبايا البشر الدفينة، وكيف أن المشاعر العاطفية قد تجر الإنسان أحياناً إلى ما لا يمكن توقعه. إضافة أن هذا الفيلم من أكثر الأفلام التي تحتوي على أسئلة، حيث أن هناك حوالي 5 أسئلة على الأقل في كل حوار.